بعدين عندك مناقصة المطار، هذه أكبر جريمة بتاريخ المناقصات. ليش؟ لأن معروف علي أن في شيء اسمه مزايدة وشيء اسمه مناقصة. الممارسة أو المزايدة تتم على مبلغ 5000 دينار. الأخ وزير الأشغال عمل مزايدة بمليار و300 مليون بخمس شركات يملكها شخصين. شنو هذا؟ وين ديوان المحاسبة؟ وين دور مجلس؟ خل أوقف، أوقف وفايد عند النقطة.